زي ما انتم شايفين يا اخوان، الاختيار الثاني اللي هو اللايبو على اللي هي الاوتو كولكشن، على اساس هو بيحدد البطارية اللي انت بتستخدمها. لو انت بتركب مرة، عفوا، بتركب مرة يعني 4 سيل، مرة 6 سيل، بتعمل فيها سبيد وبعد كده بتأدي أداء قياسي أو احترافي وبتركب عليها 4 سيل، فخليه على الأوتو أفضل. وبشكل عام باقي البرمجة، نسبة البريك والآخر والتفاصيل كلها أنت بتختارها. شوف الاختيار الثالث، اختيار رقم 3، البروغرام الرابع اختيار رقم 1، عفوا، البروغرام الخامس رقم 1. فيعني بشكل عام لين ما تنهي، فمسألة روعة جدا وجميلة، وبتقدر تبرمج فيها البروغرام كارت حسب الأداء اللي انت تبغاه من الموديل، وبشكل يعني مدروس. لأنه لو يعني اخترت اختيارات خطأ ممكن تتلف الموديل او نفسه السبيد او الماكينة بشكل عام، زي ما انتم شايفين اخوان. بس حبيت، الله يعطيكم العافية، نعطيكم فكرة واوضح لكم الموديلات الاحترافية هذه صعب الابجريد عليها. ولا تقول لي مثلا ابجريد، انا بغير بنيان وبغير سبار، يعني هو محدد من الشركة وحتلقى في نفس الكتالوج يعني توضيح، يعني بشكل عام زي اي كتالوج حتلقى فيه توضيح ممكن انت ايش بتضيف عليه وبتعدل في البنيان او السبار موجود، يعني ممكن تضيف عليه. فما هو التغيير اللي هو ينقال عليه ابجريد مختلف يعني. فهذا الشيء موجود من الشركة، يعني حاطين لك الموديل وحاطين لك ايش ممكن تطور عليه في حدود معينة، لكن يعني كل التطوير مبني على إضافة سرعة، ولكن ما هي مبنية على زيادة الوزن. ملاحظة يا اخوان مهمة جدا، احيانا تخفيف الوزن او بشكل عام يعني تخفيف الوزن بيكون معادل لزيادة قوة الموديل. يعني لا تتوقع تخفيف الوزن مع يعني اقل من الطاقة الكاملة اللي هو 6 سيل، الى يعني لو بتغير، طبعا بتركب بطاريات من 6 الى 4، فلو انخفضت الطاقة من 6 الى 4 انت ما زودت قوة الموديل، لا زودت القوة في الموديل. بتخفيفك في وزن الموديل اعطيت الموديل يعني قدرة وطاقة اكبر. وهذه يعني ما هي يعني يعني نقطة مخفية عن الناس، يعني بشكل عام في حتى السيارات الحقيقية، يعني الموديلات كلها اللي هي يعني مشهورة جدا، تخفيف الوزن بالكربون فايبر والآخر وكل المسألة هذه. حتلقى أحيانا سيارات كبيرة جدا تلقى يعني أو مشهورة جدا تلقى يعني القدرة الحصانية ما هي مرتفعة جدا، لكن تلقى الوزن خفيف، فمع خفة الوزن بتلقى أداء السيارة بشكل يعني مميز جدا. فتخفيف الوزن يعادل يا أخوان إضافة قوة على الموديل. هذه النقطة يعني اللي حبيت أني أوضحها، سامحوني إذا طولت عليكم أو تفلسفت، لكن الحقيقة الواحد بيحاول يوضح أي نقطة مهمة في هذه الهواية الرائعة ويفيد بها الناس ويطلب الأجر من الله فقط. يعني أنا لا بوضح يعني أو أني مثلا أني أطلب من أحد يعمل لي لايك أو شيء زي كذا أبدا، فكرة إسعاد الناس بيرجع بمردود بالسعادة علي، بنشر نقطة مهمة، شيء للتوضيح، شيء يفيد الناس، فبالتالي حيسعدني أنا يعني. فهي أنت بتاخذ طاقة إيجابية من نشر المعلومات وتحاول تكون أمين فيها، وبتشرح على قد معلوماتك وبتحاول أنك تجود فيها عشان توضح النقطة هذه للناس، بس لا أكثر ولا أقل. واللي يعني بيساعد الناس أكيد ربنا بيسعده، وهذه هي الفكرة، وهي هواية جميلة جدا. يعني أتمنى حتى
اللي عندهم أطفال في سن معين متوجهين للبلاي ستيشن، تقدر تاخذوا لهم موديلات صغيرة من الار سي، فئة الار سي، ويبعدوا على الصيني. في موديلات كثيرة يعني، من غير ما أطول عليكم، أرما ميجا واو إلى آخره، وموديلات كثيرة صغيرة حتى من ال اتش بي اي، أو مجسمات تركيب من تامية، يعني لتنمية المهارات إلى آخره. بشكل عام يعني هواية جميلة، استمتعوا بها، وأتمنى لكم جميعا السعادة والتوفيق. وبس سامحونا إذا طولت عليكم، بس حبيت أني أوضح النقاط المهمة جدا، يعني اللي أنا شايفها مهمة. يعني ممكن يعني أي شخص بيشوف المقطع وما بيشوف أي فائدة أو نتيجة من توضيحي، أو أني ما حاولت أني أوصل المعلومة بشكل واضح، سامحونا. لكن يعني الواحد بيحاول يجتهد، وأنتم ما شاء الله تبارك الله يعني بإذن الله حتستوعبوا أكثر مني المعلومات هذه، وتوضحونا إذا كان في أي تعليق عليها. سلامتكم طبعا، أخوكم ياسر باجهموم. سلام عليكم.